بالضبط، ده نمرة 2. بالضبط بالضبط. ايه بقى سؤالك الثالث؟ نعم، الان قبل سؤال، قبل سؤال الاستاذ حسين العيادي، الان استاذ عامر موسى، انت تابعت يعني كما تابع العالم كل ما حصل في 7 اكتوبر، تقديرك تقييمك يعني، ولو لا اريد موقف فرز سياسي هكا، ماناش في مرحله لا او نعم، لكن كخبره وكتجربه في مختلف المحطات النوعيه اللي مرت بها القضيه الفلسطينيه، عملية 7 أكتوبر التي أطلقتها المقاومة بالصيغة التي شهدها العالم، بالعمل العسكري على الأرض وعلى الميدان، بالرد الفعل الإسرائيلي، هل تعتبرها في رصيد القضية، أم تعتبرها ستكون بالعكس في الميزان الآخر الذي ستتضرر منه القضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أن الضغط الإسرائيلي وطريقة التحقير والإهانة والمهانة اللي بيتعرض لها الفلسطينيين، نعم، على يد الحكومة الحالية، والراجل اللي بيدخل، الوزير اللي بيقتحم مجلس المسجد الأقصى كل يوم، نعم، والآخر اللي بيزيل المستوطنات واللي يبني مستوطنات ويزيل القرى الفلسطينية، نعم، ويعمل على طرد الفلسطينيين، كل هذا، نعم، أدى إلى ثورة فلسطينية، إلى رد فعل، نعم، إلى رد فعل، نعم، وكان لابد يكون فيها مثل هذا رد الفعل. نعم، احنا طبعا ما يعني كثير مننا لا يتمشى مع 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 حماس، نعم، واهداف حماس وفلسفه حماس وفكر حماس، نعم، انما احنا بنصف مشهدا نراه امامنا، نعم، هناك ضغط كبير وتحقير واهانه للفلسطينيين، نعم، كان لابد وان ياتي الانفجار، ياتي من هذه الزاويه او نعم، تلك، نعم، من هذه الجماعة أو تلك، نعم، إنما كان الانفجار متوقعا، نعم، السبب هو إساءة إدارة الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. بالضبط بالضبط. سيد عمرو بلاغ وزراء الخارجية العرب، الأكيد قرأته، هناك عديد من الدول التي تحفظت، تقريبا لم يلقى صدى إيجابي لدى معظم الشعوب العربية من ناحية أنها سوى في إدانة المدنيين، في إدانة قتل المدنيين بين الجلادي وبين الضحية، ثم قصة ما اعتبر أنه طعن في ظهر المقاومة حين أكد دون أن يطلب منه أحد أن منظمة التحرير وأن سلطة رام الله هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، دون أن يطلب منه أحد في هذا الجانب، هل كان هدية للسيد محمود عباس؟ ما تعليقكم على البلاغ الأخير الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب أستاذ عمرو؟ اسمع يا أخي العزيز، عايز أقول لك ما يلي. نعم، دعنا لا ندخل في هذا الموضوع.